السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم الدكتورة هنيدي القط. بسم الله نبدأ. اخر موضوع معانا النهاردة في الميسيلينياس ان شاء الله، اللي هم المتنوعات. ابتدينا بالكلاميديا والريكيتسيا، الكوكسيلا، الاكتينومايسيت، واخر حاجة معانا المايكوبلازما. تمام، وهيكون ناقص لنا موضوعين بس في السيستماتيك باكتيريولوجي ونكون خلصنا، اللي هو البوريليا والايه والليبتوسبايرا، بقيه السبايروكيت. تمام، ان شاء الله الاسبوع الجاي ايه نخلصهم باذن الله، اذا ربنا امد في عمري. طيب، كان في دكتوره اقترحت عليا اقتراح وقالت لي بقى يعني في كل محاضره حضرتك تحط لنا سؤال واحنا نجاوب عليه في الكومنتس، فبصراحه لقيت الاقتراح ده جميل. طيب، السؤال انا هقوله لكم في اول المحاضره، تمام، عشان الناس اللي خلقهم دايما ما بيكملوش لاخر المحاضره. طيب، اكتب لي اسماء الاورجانيزمز اللي بتعمل اتيبيكال نيمونيا، البكتيريا. اكتب لي اسماء البكتيريا اللي بتعمل اتيبيكال نيمونيا، اكتبهم لي كده اللي احنا خدناهم. تمام، هم عندك كام واحده كده بالعدد بيعملوا اتيبيكال نيمونيا، اكتبهم لي في الكومنتس. تمام، طيب ده السؤال بتاع المحاضره النهارده. ماله بقى المايكوبلازما ده؟ كعادتنا احنا ما بنلتزمش بالدش والكلام اللي ملوش معنى، صح كده؟ نحكي قصه على الاورجانيزم ويتفهم ويثبت في الدماغ، صح كده؟ يعني مش محتاجين نقعد ندش كده. طيب، ماله بقى المايكوبلازما ده؟ المايكوبلازما ده زي بالظبط الشخص اللقيط. لقيط، ايوه زي ما سمعت كده. اللقيط، ماله بقى الشخص اللقيط ده؟ طبعا ده ملوش ذنب في اللي هو فيه، صح كده؟ كون ان هو ملوش اب او ام ده ملوش ذنب، هو كده طلع كده وهو ربنا لقيت له كده، صح كده؟ طيب، ماله بقى المايكوبلازما ده؟ وليه أطلقت عليه لقيط؟ طيب، ارجع بالذاكرة كده إذا كانت لسه موجودة يعني. لما حكينا عن السيل وول والسيل ميمبرين اللي جابوهم في القصة، هتسمع بس دلوقتي وتفهم. مش إحنا قلنا إن السيل وول زي الأب، صح كده؟ والسيل ميمبرين ده الابن. فالطبيعي إن الأب يحمي الابن، ده طبيعي، تمام؟ إلا طبعًا في حالات بنشوفها ربنا عارفين، صح؟ يبقى السيل وول بيحمي السيل ميمبرين، صح؟ ده الاب، صح كده؟ وده الابن. السيل وول والايه؟ والسيل ميمبرين، صح كده؟ طب تمام. طب هو ده لو لقيط هيبقى ليه اب؟ شفت هنا بقى؟ لا. يبقى ده ما عندوش سيل وول. معقولة؟ أيوه. الأورجانيزم الوحيد، البكتيريا الوحيدة اللي ما عندهاش سيل وول. معقولة الكلام ده؟ ايوه، عشان كده شبهتها لك بالشخص اللقيط اللي من غير اب، ماليش دعوه بامه دلوقتي، تمام؟ الشخص اللقيط ده ملوش اب وما بتعرفلوش اب، صح كده؟ طب ممكن اصلا ابوه ما يكونش عارف ان هو اتولد اصلا، تمام؟ فالمايكوبلازما ده شخص لقيط، لان احنا كنا قلنا دايما ان السيل وول ده زي الاب بيحمي السيل ميمبرين اللي هو الابن، تمام؟ طيب، ولو ده بقى شخص لقيط يبقى ما عندوش سيل وول، يبقى عنده سيل ميمبرين بس. سيل ميمبرين بس، تمام كده؟ طيب، يبقى المعلومة دي هتتشال من دماغك؟ لا خالص. مايكوبلازما شخص لقيط ملوش أب، ملوش سيل وول. وطبعا تبقى فاهم إن إحنا مشبهين الأب بالسيل وول والابن بالسيل ميمبرين. طيب بالله عليك، الولد ده ملوش أب، صح كده؟ طيب، يعني هيواجه المجتمع لوحده، تمام؟ يعني هل يا ترى السيل ميمبرين بتاعه بالعقل كده، احنا مش ماشيين بالترتيب، احنا ماشيين بالعقل، هل يا ترى السيل ميمبرين بتاعه زي السيل ميمبرين بتاع الواد ده؟ واحد يقول لي لا، مش محتاجه تفكير، ده لو وقع يلاقي ابوه يسنده، لو حصل له حاجه يلاقي ابوه يسنده، لو حد فكر يجي يعمل معاه حاجه ابوه يتصدر له، صح كده؟ لكن ده لا، ده واقف بطوله كده في الدنيا، تمام؟ ملوش اب يدافع عنه، صح كده؟ طيب، يبقى الولد ده هل يا ترى ربنا هيسيبه كده؟ احنا بنتكلم على البني ادم وبنشبه حاجه زي كده. هل يا ترى ربك بيسيب حد يقف في الدنيا لوحده كده من غير سند؟ لا خالص، تمام؟ يجعل له سند من نفسه. يعني ايه يجعله؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. بص، يعني ايه يجعل له سند من نفسه؟ هو مش ده السيل وول، انا اكتب لك برضو عليه سيل وول عشان ايه الناس ما تتوهش مني. السيل وول، تمام؟ طيب، هو مش السيل وول ده بيدي الخليه الريجيديتي، بيكون طف، صح كده؟ بيحميها من الاوزموتيك بريشر اللي بره، صح كده؟ طب تمام،
طب لو ده لو الاب مش موجود الواد ده يموت صح كده؟ ليه؟ لان هو متعود ده اللي بيحميه، من غيره خلاص اي خطه هتيجي فيها هيموت صح كده؟ طب ده طالع من غير اب صح كده؟ يبقى لازم يكون هو عنده الباور اللي يحمي نفسه بيه. ايه الباور اللي ربنا مديه للبايكوبلازما عشان تحمي نفسها؟ مخلي السيل ميمبرين معمول من الاستيرول. الاستيرول ايوه، ومن النوع بقى في الاستيرول اللي هو الكوليسترول اللي هو زي عندنا احنا، زي السيل ميمبرين بتاعنا احنا من الكوليسترول. طب والاستيرول ده بيديله الريجينيتي، بيخليه طف، يعوضه عن غيابه. شفت حكمه ربنا؟ يعني ايه؟ يعني كل حاجه وليها حاجتها. يعني دي الوحيده البكتيريا اللي من غير سيلول، ايوه يعني دي لقيطه ملهاش اب، ايوه الله. طب ومين بيحميها؟ ربك مميزها بحاجه تحميها صح كده؟ مخلي السيل ميمبرين بتاعها في ستيرول، ومن نوع بالاخص الكوليسترول، عشان يخليه طف تمام، عشان يحميه من الاوزموتيك بريشر، عشان يقدر يعيش ويواجه صح كده؟ اداله الباور اللي يقدر يعيش بيها لان ما عندوش اللي يحميه. سهل قوي كده. طيب يبقى نتكلم بقى الكلام اللي الكتاب كاتبه لك. طيب او نكمل. طيب دلوقتي بما ان انت او بما ان المايكوبلازما ده لقيط، هل يا ترى ومالوش اب، هل يا ترى انت تقدر تحدد له شكل؟ يعني تقدر مثلا تقول ده شكل ابوه، ده شكله، انت كنت شفت امه ولا ابوه ولا اخوه ولا اي حد؟ لا. يبقى اول حاجه ايه؟ variable in shape، يعني شكله مختلف او شكله متغير، يعني polymorphic تمام. بص بقى دي ايه؟ ده دي عواقب عدم وجود السيلول اللي هو الاب تمام. طيب تاني سريعا، ده لقيط ده يعني ملوش اب تمام. هو ايه علاقه الاب؟ اصل احنا قلنا ان السيلول الاب والسيل ميمبرين هو الابن تمام. طيب فربنا خد منه السيلول الاب تمام، بس اداله القوه فيه هو في السيل ميمبرين تمام. الواد ده يموت من غير ابوه صح كده؟ يحصل ان هو يحصل له الجو جوه هايبرتونيك ومش عارف يقعد يشرب ميه، يتنفخ ويفرقع وخلاص كده تمام. لكن ده ربنا مديله القوه عشان حرمه من الاب، مديله القوه ان هو يحمي نفسه. يعني ايه؟ مخلي السيل ميمبرين بتاعه في ستيرول من نوع الكوليسترول عشان يديله طف، يخليه يبقى قوي تمام، يقدر يحمي نفسه تمام. طيب عدم وجود الاب في حياته، عدم وجود السيلول في حياته يترتب عليه ايه؟ اولا احنا مش عارفين له شكل لان احنا ما شفناش الاصول بتاعته صح كده؟ كلام منطقي ومشي مع بعضه ده. يبقى اول حاجه فاريبل ان شيب، شكله مختلف، متغير، مش مختلف، متغير، بولومورفيك، مش عارفين له شكل، احنا مش عارفين اصوله صح كده؟ لان السيلول هو اللي بيعمل منتين للشيب، بيحافظ على الشيب صح كده؟ يعني لما تقول والله الواد ده شبه ابوه، لا يا شيخ ده شبه امه، يقول لك لا 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 والله ده كله ابوه صح كده؟ طيب اول حاجه تلاقي شكله بيتغير بوليومورفيك تمام. طب حلو قوي. طيب الواد ده لما كان يجي يحصل له حاجه كان ابوه يدافع عنه صح كده؟ يعني لما كنا نيجي نصبغ بالجرام كان ده اللي ياخد الصبغه. طب ده هنا ابوه مش موجود ياخد هو الصبغه؟ قال لك لا تصبغني ولا اصبغك. ليه؟ اللي بيتصبغ مش موجود اصلا تمام. يبقى تاني حاجه انستند بالجرام، الجرام ستيل، يعني ما بيتصبغش بصبغه الجرام، لان اصلا صبغه الجرام بتعتمد على السيل وول وبتقسمه لبوزيتيف ونيجاتيف، هو اصلا ما عندوش سيل وول هتصبغه ازاي؟ طب تالت حاجه ايه؟ مش في انتي بايوتيك، مش في تارجتس بتاعت الانتي بايوتيكس اربعه قلناهم قبل كده، من ضمنهم ان انا امنع السيل وول سينثيسيس تمام، امنع تصنيع السيل وول صح كده؟ طيب هو اصلا ما عندوش سيل وول، يبقى ما تستخدملوش الانتي بايوتيكس اللي بتشتغل على التارجت ده صح؟ حاجات سهله جدا. يبقى اولا المايكوبلازما ده شخص لقيط، لا ليه اب يعني مالوش سيلول، ودي تحفظها بص زي اسمك لانها بتيجي غالبا في الامتحانات تمام. طيب في الامتحانات بيحبوا المايكوبلازما قوي والنوكارديا، يحبوا الاثنين دول في الامتحانات قوي. طيب يبقى ده لقيط مالوش اب صح كده؟ طب ترتب عليه ايه؟ وعدم وجود ابوه ان هو فاريبل ايت شيب، لان السيلول هو اللي بيعمل منتين للشيب وهو اللي بيتقبل الصبغه، وهو يبقى شكله صح كده؟ يبقى شكله بيتغير بولومورفيك تمام. طيب انستند ما بيتصبغش بالجرام لان السيلول هو اللي بيتصبغ،
طب بالنسبه للانتي بايوتيك، عالج يا عم باي حاجه بس مالكش دعوه باللي بيتاثر على السيلول، لان التارجت مش عنده اصلا. الانتي بايوتيك هيخش فين؟ هو التارجت اللي بيخش له الانتي بايوتيك مش موجود، فزي قلته يبقى ريزيستنت للانتي بايوتيك ده، لان الانتي بايوتيك مش هيلاقي تارجت يشتغل عليه. طيب خلصنا كده ان هو ما عندوش سيلول، وايه اللي بيترتب على السيلول؟ طب تمام حلو. طيب ايه بقى مكوناته؟ تعالى نرجع بقى لمكوناته. احنا عرفنا انه ما عندوش سيلول، طب الكونتنتس بتاعته، المكونات بتاعته، مين اللي بيحوط عليها؟ السيل ممبر، صح كده؟ السيل ممبر اهو هو اللي بيحوط على الايه، بيعمل انفلوب للايه، للكونتنت، صح كده، للمكونات بتاعه الايه، البكتيريا. طب تمام، يبقى هنا الكونتنت ايه، بتتحوط بالسيل ممبر. طيب الولده زي ما قلت لك ملوش اب، لقيت، تفتكر بيكون تصرفه في المجتمع ايه؟ بيكون انطوائي، صح كده؟ ما بيتعرفش على ناس كتيرة، مش عايز حد يعرفه عن قرب عشان ما يعرفش حياته، دايما تشوفه من بعيد، عمرك ما بتشوفه بوضوح. ليه؟ لانه بيبقى دايما مستخبي. هل الكلام ده له تفسير في المايكوبلازما؟ ايوان، بص بقى، لما تيجي تزرعه، ها هنزرع على الارتفيشيال ميديا، طب زي الفل، لما هتيجي تزرعه بالله عليك الميديا، اولا هو بيحتاج سيرم انريشت ميديا، حلو، بس كده؟ لا. طب انت دلوقتي لو الميديا عملت له سيرم انريشت ميديا عادي، هو دلوقتي اصلا ما بيطلعش سيلول، يبقى احنا اعتمدنا في الجروث بتاعه على ان يعمل ايه، يطلع سيل ممبرين، صح كده، والا مش هيعرف يجرو، صح كده، مش عارف يعمل جروث. طب ام انت بقى تحط له كوليسترول عشان تسبورت الجروث بتاعه، تسبورت ان هو يعمل السيل ممبرين، فيقوم يعرف يعمل ايه، جرو. يبقى الميديا بتاعته لازم يكون فيها كوليسترول، تمام؟ يبقى الميديا بتاعته لازم يكون فيها ايه، كل ايه، كوليسترول، عشان تعمل سبورت للاورجانيزم ان هو يعمل سيل ممبرين ويقدر يجرو، صح؟ طب تمام، يعني المفروض الميديا بتاعته مش عاديه، هنحط له ايه، كوليسترول. يعني انت لو خدت الواد ده وحطيته في وسط الناس، كل واحد معاه ابوه، مش هيتاثر، صح؟ مش هيعرف يجرو، ليه؟ كله عنده سيلول، هو مش عارف. قوم انت تاخده كده هيلا بيلا وتروح توديه لناس شبهه، ليه؟ عشان يحس ان لا انا مش لوحدي. طب احنا كبني ادمين لما بنحس ان احنا مش لوحدينا في الحاجه دي، على الاقل بتهون علينا. قوم لما تاخده ترجعه للناس دي اللي هو زيهم ويعيش وسطيهم، اللي هم اصلا ما عندهمش سيل وول، تمام، يلاقي بقى وتروح حاطط له الكوليسترول، توفر له العيشه اللي كان عايشها، يبتدي يجرو. يعني يطلع لي بعد يوم او اتنين، لا يقعد سيفرال دايز، توصل لثلاثة ويك، ليه؟ عشان يتاقلم، صح كده؟ انت مش اول ما تحطه في الميديا تحط له الكوليسترول هيجرى على طول، واد نفسيته تعبانه، صح كده؟ فادي له ايه، فرصه، يعني كمان سلو جروور. خد بالك الحاجات دي هتفيدك قوي في الدياجنوزس، تمام؟ يبقى هنا سلو جروور كام؟ يعني 3 ويك، 3 اسابيع، كتير ان انا قعدت 3 اسابيع استناه، قعدت استنيته وطلع اصغر كولوني في التاريخ. معقوله ما بتشوفهاش الا بالميكروسكوب كمان؟ ايوه طبعا، عشان انا بقول لك الواد ده انطوائي وقاعد بعيد، فيري سمول كولوني، وما بتتشافش الا بالميكروسكوب. طب بيبقى شكلها ايه؟ بتكون عامله فرايد ايج، زي البيض المقلي الاومليت، عارف، بيكون الصفار في النص والحوالين الحته اللي حواليه فاتحه، تمام؟ ليه بقى؟ الواد بيحاول يجرو جوه الميديا نفسها، بيستخبى من المجتمع، تمام، بيحاول يجرو جوه عشان ما حدش يتعرف عليه. قوم تلاقي من جوه هيفي، يعني الجروس في النص كده تلاقيه كتير، ودبث عميق لجوه، ومن حواليها فاتح، افتح واخف، صح كده؟ طب ليه؟ هو بيحاول يجرو جوه الميديا. يقول له يا عم امشي جنب الحيط، يقول له والله ده انا ماشي جوه الحيط. هو ده اللي ماشي جوه الحيط، مش احنا بنقعد نتريق ونقول مشي جنب الحيط، يقول لك يا عم والله ده انا ماشي جوه الحيط. اهو ده ماشي جوه الحيط عشان النقص اللي عنده، النقص اللي عنده اللي هو الايه، السيلول. خد بالك، شفت السيلول اثر عليه ان هو خلاه فاريبل انشي، وخلاه ما بيتسببش بالجرام، وبيبقى ريزيستنت للانتي بايوتيك اللي بتعمل انهبيت للسيلول، وبعدين وخلاه كمان ما يعملش جرو الا على ميديا مكونه من كوليسترول. ليه؟ عشان تعمل سبورت، ليه؟ عشان يقدر يعمل السيل ممبرين، والا مش هيجرو، تمام. طيب خلت ايه تاني؟ خليته يجرو على مهله، ليه؟ مش قادر يجرو، مش عايز يطلع يواجه، تمام. وحتى يوم ما بيفكر يواجه بعد الثلاث اسابيع، تبص تلاقيه طالع، يبقى من في النص كده عميق وغامق، تمام، ومن حواليها كده فاتح، كانه بيجرو جوه الميديا نفسها، بتبقى عامله زي البيض الاومليت بالظبط.
الصفار في النص كده بيكون غامق وحواليه البياض فاتح، تمام، وبيكون هنا كمان دبس عميقه لتحت زي ما بقول لك كده بالظبط كانه بيجروا جوه المدين، تمام. طيب خلصنا كده الصفات العامه بتاعته. طيب الحته دي سهله، دي محتاجه شغل، فعايز الناس تركز معايا. يعني الحته دي محتاجه تركيز الاولانيه، واهم حاجه لازم تعرف ان هو ما عندوش سلول، واوعى تنساها ابدا، تمام. تفتكر كده اول ما يجي في دماغك الميكروب لازم ده الشخص اللي لقيت اللي من غير اب، صح كده، ومن غير اب هتبتدي انت من واقع الحياه ترجم الصفات بتاعته على طول، تمام. طيب ايه بقى السبيشيز بتاعته وايه الديزيز اللي بيعملها المود اوف ترانسميشن؟ سهله جدا، تمام. طيب اخر سبيشيز هيقابلك او اخر اورجانيزم هتقابلك بتعمل اتيبيكال نيمونيا. طيب بص بقى، اهم سبيشيز اللي هو المايكوبلازما نيمونيا. طب بالله عليك انا كده بغششك، مايكوبلازما نيمونيا يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل اتيبيكال نيمونيا، واضحه جدا، صح كده. طيب بس كده لا، ممكن يعمل فالنجايتس وتايتس ميديا برونكايتس، تمام، زي الفل، ما فيش مشكله، تمام. طيب لما اقول لك اسمه نيمونيا وبيعمل اتيبيكال نيمونيا يبقى بالله عليك بيتنقل بايه؟ انهاليشن اوف ريسبيراتوري ايه؟ تروبلت، صح كده، واضحه جدا بالانهاليشن. احنا خلاص كبرنا على الكلام ده خلاص، وبقى احنا اسسنا مع بعض الحاجات دي من زمان، بقى لنا اكتر من سنه مع بعض، فالمفروض ان الحاجات دي خلاص، يعني مجرد ما اقول لك نيمونيا خلاص تعرف ان هي بالانهاليشن، تمام، مش محتاج ان انا اوضحها. طيب تاني حاجه الجينيتال مايكوبلازما، تمام، دينا بقى للحاجه الايه؟ السكشوال، تمام. طيب جينيتال على طول يبقى بيتنقل بالسكشوال، ما فيهاش كلام، صح كده. طيب في ثلاث انواع احفظ انت اللي هو الايه مايكوبلازما جينيتيليوم، اسهل واحده قريبه من جينيتال ايه مايكوبلازما، بتعمل ايه؟ نان جونوكوكال اريثرايتس، محتاجه اوضحها لك؟ لا، وضحتها لك في الكليميديا، صح كده، وضحتها لك في الكليميديا وقلت لك ايه السر ان احنا نقول نان جونوكوكال، لان اشهر حاجه واهم حاجه الجونوكوكال هي اللي بتعمل اريثرايتس، فما عدا ذلك بنقول نان جونوكوكال اريثرايتس، صح كده. يعني كان انا هنا بتكلم عن الجونوكوكال وانا مغمض عين، بس الكوزيت في اورجانيزم مختلف، بيقول لك بيعمل بلفيك انفلاماتوري ديزيز عادي، سيلبنجايتس والكلام ده، وبيعمل باست بارتم فيفر. ما اتكلمتش ولا قلت حاجه جديده، كاني بحكي في الجونوريا وديس تشارج ومش عارف ايه والكلام، مش هقول تاني، تمام، حكينا فيه في الكلاميديا ياما وفي الجونوريا، تمام، ووضحنا وقلنا ليه بنقول جونوكوكال ايه يورثرايت، صح كده. طيب يوم الديزيز بتاع السبيشيز والديزيز والمود اوف ترانسميشن سهلين، مايكوبلازما نيموني يعمل اتيبيكال نيمونيا بتنقل بالانهليشن اوف ريسبيراتوري دروبليتس، تمام. الجينيتال مايكوبلازما زي المايكوبلازما جينيتيليا يعمل نان جونوكوكال يورثرايتس، البلفيك انفلاماتوري ديزيز، بوست بارتم ايه فيفر، تمام. طيب وبتنقل سكشوال. خدني بقى على الحته المهمه الثانيه اللي هي برضو بيجي لك فيها اسئله كتير، واوعى تنسى سؤال المحاضره دي، تكتب لي اسامي البكتيريا اللي بتعمل اتيبيكال نيمونيا، تمام. طيب الليبراتوري دياجنوزيس، عايزين دلوقتي بقى نشخص. بص بقى اول كلمه كاتبها لك ايه، بيقول لك بيست اون سيرولوجي، العك كده بقى، ايه بيست اون سيرولوجي؟ معلش بقى انت قعدتي دوشتيني من شويه وعماله تقولي لي الواد بيمشي جوه الحيطه وبيض اومليت وخلاص هجيب خبز وهاكل دلوقتي والدنيا زي الفل، صح كده؟ اه تمام صح. طب بص بقى، هو ليه بيقول لك سيرولوجي؟ اكيد هو مش بيرخم عليك، صح كده، اكيد في اسباب، واكيد الاسباب دي انت استشفتها مني وانا بحكي هنا. ليه؟ لو جينا نمشيها خطوه خطوه، بيقول لك الدايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن ليميتد فاليو. ليه بقى؟ حضرتك دلوقتي انت لما بتاخد الاورجانيزم عشان تشوف تحت الميكروسكوب بتعمل ايه؟ بزبغ، والله ما بيتسبغ، لو بيتسبغ مش هخبي عليك، مش هكذب عليك، تمام. فبيقول لك ليميتد فاليو، يعني القيمه بتاعتها محدوده قوي، يعني من الاخر بلاش منها. طب خلاص يا ستي انا هزرع، ماشي ازرع، تعالى بقى كده للمرار الطفح بتاع الزرع بتاعي، ماله؟ اولا اصغر كولوني وهتشوفها بالميكروسكوب، يا مرار، ده احنا كانت اكتر حاجه بتبسطنا ان الكولوني ماكرو مش مايكرو، يعني اقدر اشوفها بعيني، صح كده؟ طيب اقدر اشوفها بعيني، ده بقول لك بتشوفها بالميكروسكوب، تمام، وبعدين اقعد جنبيها ثلاث اسابيع، لا كده اوفر، يعني الكالتيفيشن بتاعه ديفيكلت، معقوله؟ ايوه انا بقول لك هنقعد نزرع وكمان الميديم محتاجه كوليسترول ومش عارفه هنقعد نستنى ثلاث اسابيع ومش عارفه،
واصغر كولوني وشوفها بالميكروسكوب. ايه يا عم الجو ده؟ لا 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 ما نستناش احنا ده كله. يعني الكالتيفيشن ديفيكولت ده، خد بقى المفاجاه دي كمان. تمام، ده طلع الولد ده عنده حاجتين مش موجودين عند حد. تمام، حتى تلاقيني حاطه لك كده شكل واحد بما اني يعني فاشله في الرسم، فده واحد كده فاتح بقه عامل اه، لما تقول واحد يقول لك ايه كده فاتح بقه يعني من الاستعجاب. حتى البي سي ار الراجل المحترم مش ماشي معاه، مش ماشي معاه. ايه ده ازاي بقى؟ بس يعني انت في الاول قلت لي ان ما عندوش سين وول وعديتها لك وقلنا دي حاجه استثناء. تمام، استثناء ان هو ما عندوش سين وول. تمام، وان طبيعته كده. طب حلو، خد بالك كويس ان انا افتكرت، اوعى اوعى اعلقك لو فكرت ان دي زي ال ال فورم. ال ال فورم دي صباح الفل يا رجاله، احنا قلنا عليها قبل كده في الجنرال. ال ال فورم دي قلنا دي حاله 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 من البكتيريا مش طبيعتها. تمام، حصل ان احنا ادينا البكتيريا دي حاجه كسرنا السيلول بتاعها، لايسوزوم انتي بيوتيك اي حاجه كسر لها السيلول بتاعها، صح كده؟ بقت من غير سيلول، تصادفت وجودها في جو هايبرتونيك زيها ايزوتونيك واد كان ابوه معاه. تمام، زي الفل. حصلت مشكله وخد ابوه رهينه، الواد ده اصبح من غير اب دلوقتي. تمام، المفروض يموت، لا ربك كرمه بقى بشله كده حواليه عوضته عن عدم وجود ابوه اللي هو جو هايبرتونيك اس سيتوبلازم، زي السيتوبلازم كده هايبرتونيك، فبقى موجود في جو ايزوتونيك جوه زي بره، وفضل عايش لحد ما ربنا كرمه والمشكله اتحلت والعائق اللي كان واخد ابوه اللي هو السيل وول ده اللي كسره له رجع مشي خلاص، الانتي بيوتيك خلاص مشي او الحاجه دي مشي، رجع يكون سيل وول تاني. تمام، فالال فورم دي حاله، ده عمره ما بيكون سيلول اصلا. تمام، اوعى، وبيجيلك في الامتحان على طول وبسم الله ما شاء الله، يعني ذكاء ذكاء وفير في النقطه دي. دي حاله، دي حاله، لكن ده كده اتخلق كده اتولد كده ربنا خلقه كده من غير سيلول. تمام، طيب نرجع لموضوعنا في البي سي ار. حتى الراجل ده كمان البي سي ار، بص يعني ده شكله ما تعرفش ايه هو اللي انا عاملاه ده، بس انا قصدي ان واحد فاتح بقه من الاستغراب يعني مندهش. البي سي ار ده احنا عارفين ان البي سي ار رابت وسنسيتيف، اشمعنى؟ اه ما بيميزلكش اذا كانت المايكوبلازما قاعده جوه على السيل ميمبرين قاعده كده قاعده بريئه ولا عامله انفكشن. تمام، فهم، دي حاجه مهمه برضو، ما يميزليش اذا كان في انفكشن ولا دي قاعده كده راكنه بس مريحه شويه على السيل ميمبرين. تمام، يبقى انت برضو ما افتنيش، يعني عنده حاجتين، حاجه او كذا حاجه غريبه على فكره، مش حاجه، ما عندوش سيل وول، الكولوني بتاعته ما بتتشافش الا بالميكروسكوب. تمام، تالت حاجه حتى البي سي ار الراجل الكمل المحترم المحترم اللي بنعتمد عليه مش نافع معاه. معقوله؟ ايوه، الراجل ده عصامي معتمد على نفسه. تمام، طيب يبقى ما قدامكش الا ايه؟ الا السيرولوجي. فتحي بقى عينيك وودانك وسيب اللب والاكل اللي انت عمال تاكله ده وركز معايا في الحته دي. طيب السيرولوجي عندي حاجتين، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. هبتدي بايه؟ الله ينور عليك، ايوه برافو ان انت سبت لي في ايدك. هبتدي بالنون سبيسيفيك. ايه ده؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت نبتدي بالسبيسيفيك. لا بس انا قلت لك نبتدي بالنون سبيسيفيك، اسمع كلامي صح كده؟ ليه؟ هو كده وخلاص؟ بص بقى، انت عندك سبيسيفيك تيست ونون سبيسيفيك. هبتدي بالنون سبيسيفيك ليه؟ يبقى اكيد السبيسيفيك فيه عيوب، صح كده؟ طبيعي، يعني احنا مش هنبتدي بالنون سبيسيفيك عشان احنا ناس جهله او ناس ما بنقدرش الوقت او ناس ما بنقدرش فلوس المريض او او او، لا اكيد في اسباب، صح كده؟ طيب هو السبيسيفيك تيست اصلا انت هتعمل ايه؟ ولا اي كلام، هدور على الانتي بودي بتاع مايكوبلازما. تمام، يعني هتعمل، يعني هجيب الانتيجين، يعني الانتيجين المفروض يكون معلوم عند سيادتك صح كده؟ يبقى هتجيبه من الشركات، اصلا الشركات بتلاقيها بالعافيه، الشركات اللي بتبعت لك الانتيجين والحاجات دي بتلاقيها اصلا بتضلين. ليه؟ عشان ظروف زرعها رخمه وغتيته، وده ده ايه لقيتها اصلا. تمام، طيب يبقى دلوقتي لو انت حضرتك عندك الانتيجين خير وبركه يا سيدي وانت زي الفل ومامي واشتغل سبيسيفيك، تمام، ودور على الانتي بودي لقيته، طب تمام. طب النون سبيسيفيك دي يعني انا اللي اعرفه ان هي هتطلع انتي بادي، ده احنا اللي نعرف صح كده، هتطلع انتي بادي اي جي ام صح كده، يمسك في الانتيجين بتاع الميكوبلازما
زي الفل. طب النون سبيسيفيك بتاعك ده جبتيه منين؟ ده دي بقى بتطلع تو ديفرنت انتي بودي، واحد فيهم يروح يمسك بص بقى في الانتيجين اللي هي المايكوبلازما، تمام؟ ده الاولين. والتاني يروح يمسك في الار بي سيز. الار بي سيز ايوان زي ما انت سامع كده. ايه ده يعني هي بتطلع تو ديفرنت انتي بودي؟ ايوان، يعني لما يكون الشخص ده عنده مايكوبلازما يطلع اتنين انتي بودي مختلفين، واحد يروح يمسك في الانتيجين وده الطبيعي اللي احنا نعرفه، تمام؟ ده سبيسيفيك. طب سيادتك موجود في قريه، موجود في اي مكان، اتصلت بالشركه مفيش يا عم الانتيجين، هنحط ايدينا على خدنا؟ لا، انا هشتغل النون سبيسيفيك. ايه النون سبيسيفيك اللي انت عماله تحكي عليه ده؟ اسمه كولد اجلوتينين. يعني التست ده زي الفل؟ لا زفت. ايه ده؟ ايه هو اللي زفت يا ستي؟ عماله تقولي لي ما تبتديش بالسبيسيفيك وقليله والشركات مش موجوده ولو موجود في كره، وجاي تقولي لي ان النون سبيسيفيك زفت. زفت بمعنى ايه يعني؟ هو انت دلوقتي بتحدد قوه التست وضعفه من ايه؟ من انه يكون سبيسيفيك وانه يكون السنسيتيفيتي فيه عالي. السنسيتيفيتي يعني ما بيطلعلكش فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف. طب ده ايه؟ ده ضايع. يعني 50% من الحالات البوزيتيف بتكون فولس بوزيتيف والنيجاتيف قولي لي بقى ان هو زي لا والله 50% برضه. 50% من الحالات النيجاتيف بتكون فولس نيجاتيف، يعني شورت خالص ضايع. طب ما بتحكي لي عنه ليه؟ واحده واحده وركز معي. طيب معنى ان انا اقول لك ان هو نون سبيسيفيك صح كده اللي هو الكولد اجلوتينين، انا ما وضحتش لسه التست بس عايزاك تفهم. معنى ان انا اقول لك ان هو نون سبيسيفيك يبقى بيكون موجود في المايكوبلازما وامراض تانية، صح كده؟ زي ايه؟ يعني مثلا الكولد اجلوتينين الاقيه بوزيتيف فين؟ الاقيه بوزيتيف فين؟ لو في مايكوبلازما، طب تمام زي الفل. لو في هيموليتيك انيميا، تمام. لو في ليفر ديزيز، بس استنى، فايرال انفكشن، تمام. مالاريا، ايه ده كل ده؟ ايوه بص بقى، هو بيكون بوزيتيف في الحالات دي كلها، صح كده؟ بس بالله عليك يا اخي وحياه عينك وعافيتك، لما يجي لك الراجل عمال يكح وقلبه وجعه خلاص يعني هينادي الناس اللي في المستشفى اللي بعديكم عشان يسمعوا ان هو عنده نيمونيا، تمام؟ يعني سيادتك الكلينيكال بيكتشر بتاعته بتقول ان هو بعيد تماما عن الهيموليتيك انيميا، وبعيد عن الملاريا، وبعيد عن الليفر ديزيز، صح كده؟ يعني الراجل جاي يكح وباين عليه كل اعراض النيمونيا، وعملت له الكولد اجلوتينيشن طلع بوزيتيف، بس امسك بقى، امسك حرامي، امسك مايكوبلازما. ليه؟ بس اصل هي استني، اصل هتبقى بوزيتيف، استنى انا بوزيتيف بلا مش بوزيتيف، انا بقول لك الواد بيكح اهو، تقول لي تمام كده عنده هيموليتيك انيميا، يا عم اعمل له سي بي سي، اعمل له كومبليت بلاد بيكتشر، طلعت زي الفل والواد 100 100، خلاص عمال يكح وقلبه وجعه وباين عليه كل اعراض النيمونيا، وطلع الكولد اجلوتينيشن بوزيتيف، تمام؟ امسك مايكوبلازما. يبقى انت واحد يقول ايه؟ هو انا عملت ايه كده؟ ازاي؟ هو انت الدياجنوزيس ده هوب كده اول ما تشوفه انت عندك خارق انت سيادتك ماجيك هو سحر؟ لا، الدياجنوزيس ده خطوات، تمام؟ انت كده عديت خطوه او تقدمت الى الامام خطوه في الدياجنوزيس، صح؟ نشوف بقى بعد كده، صح كده؟ نشوف بعد كده نتاكد ونشوف الدنيا فيها ايه. يبقى استبعدنا حاجات، استبعد الراجل طلع السي بي سي بتاعه كويس، استبعد الهيموليتيك انيميا والملاريا ومفيش ليفر ديزيز، يبقى انا حطيت في الخانه قدام المايكوبلاس، ابتدي اتاكد بقى عشان ايه؟ اكون اتميت الدياجنوز صح، صح كده؟ طيب هو بيتعمل ازاي؟ هو انا مش قلت لك ان الحاجه دي مختلفه في كل حاجه، صح كده؟ بتطلع تو ديفرنت انتي بودي، واحد يمسك في الانتيجين بتاع المايكوبلازما وده ماليش دعوه بده سبيسيفيك، الثاني يروح يمسك في الار بي سيز. ازاي اعرفه وليه اسمه كولد اجلوتينين؟ اجلوتينين جاي من اجلوتينيشن، كولد يعني ساقعه، شرح خطير اهو. طيب ايه اللي بيحصل؟ هتجيب ار بي سيز من شخص سليم، يا ولاد الذين جايين تاخدوا ار بي سيز، ايوه هات ار بي سيز من شخص سليم، تمام؟ وحط عليه السيرم بتاع المريض ده وحطهم في درجة حرارة 4، ما هو ده الكولد، تمام؟ حطهم في درجة حرارة 4 هتلاقيه عمل اجلوتينيشن، بس عمل اجلوتينيشن يبقى بوزيتيف، لازم تلاقي التتر 1 الى 128 او اكتر، ده يكون ريسنت انفكشن، تمام؟ ريسنت انفكشن. طب تمام،
يبقى سيادتك الار بي سيز من الواد الغلبان ده اللي هو السليم ما فيهوش حاجه على السيرم بتاع الواد العيان تمام، واعمل لهم انكيوبيشن في درجه حراره 4 ادي كولد اجلوتينيشن تمام او اجلوتينين. حصل اجلوتينيشن يبقى الواد ده الكولد اجلوتينيشن عنده بوزيتيف. ابص على الكلينيكال بيكتشر عشان ما تنساهاش الكلينيكال بيكتشر. لقيت الواد عمال يكح وملى الدنيا رزاز والدنيا باظت يعني وهيعدينا تمام، وباين عليه قوي ان هانيمونيا والكولد اجلوتينيشن بوزيتيف، يبقى الواد ده ايه مايكوبلازما لحد ما نتاكد كمان برضه، بس نبقى ايه نبقى طلعنا خطوه او طلعنا درجه في السلم بتاع الدياجنوز صح كده. طيب واحد يقول لك ايه بقى دلوقتي، ماشي يا ستي مع انه مش عاجبني يعني كلامك مش داخل دماغ، عماله تقولي لي السبيسيفيك كان احسن، مش لاقيه هتعمل ايه؟ تحط ايدك على خدك الجيش قال لك اتصرف، اتصرفنا شفنا النون سبيسيفيك اللي هو الكولد اجلوتين، ايوه يعني بس ده من البنيله يعني في فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف ومش سبيسيفيك، ده ممكن يكون في امراض ثانيه، ما انت هتعتمد على الكلينيكال بيكتشر. طب مش عاجبك اللي انا بقوله ده؟ معترض على كلامي؟ طب خد اللي بعده. ايه اللي هو في اللي بعده؟ اه في كومبليكيشنز ممكن تحصل للشخص اللي عنده انتي بادي يعمل كولد اجلوتينيشن. ايه بقى؟ في حالات السقعه الشديده تمام؟ او في الاماكن اللي فيها تلج فيها جليد تمام، مكان فيه سقعة يحصل ايه بقى؟ السقعة تروح منشطة الانتي بادي تمام، تروح منشطة الايه الانتي بادي، يروح قايم من النوم يقول لهم بصوا انا ما كنتش ناوي اعمل لكم حاجه تمام، بس انتوا اللي حطيتوني في مكان سقعة وصحصحتوني وادام صحيت يبقى لازم ايه اتخانق، يقوم يمسك الار بي سيز يقعد يكسر فيها يعمل لها ديستراكشن، يكسر في الاربسيز يعني يعمل مايل هيموليتيك انيميا. الحمد لله. ايه ده يا ست انت في ايه؟ ما تبقيش اوفر بقى، بنقول لك عمل مايل هيموليتيك انيميا انت اوفر قوي يعني. ايوه ماشي الحمد لله على كل حاجه بس بنقول لك عمل مرض. معترض؟ طب ماشي عملت له عملت اكتيفيشن للانتي بادي بما انه موجود في الساعه بس صحي المره دي وما رضيش يكسر في الاربسيز، بس عمل ايه؟ مسك فيها. يعني ايه؟ عمل كلامبنج للار بي سيز يعني سد البلاد فيسلز، اهلا بيك في قطع المكان اللي سد فيه. يعني ايه؟ اه سد البلاد فيسلز خلاص الدم ما بقاش بيوصل للمكان مات خلاص. طب دي بتبقى موجوده فين؟ في الهاندس والفيتس تمام، في الاطراف اللي بنسميها تبقى شبه حاجه اسمها فورست بايت اللي هي عضله الصقيع تمام. ايه اللي يحصل؟ يسد البلاد فيسلز اللي رايحه تمام، يقوم يخلي الاطراف تموت، يقوم يحصل قطع للاطراف تمام. شفت بقى كنت عمال تقول ايه؟ بتقول الحمد لله على المايلد هيموليتيك انيميا. طب دي عامل لك اسكيميا اللي هي في الهند والفيتس وتبقى نكروزز والدنيا تبوظ صح كده. طيب يبقى انا اهو مش عاجبني في الدياجنوزز بس استفدت منه لو حصل كومبليكيشن صح كده، عرفت ان الشخص ده عنده كولد اجريديشن عنده الانتي بادي اللي بيعمل كولد اجريديشن، يبقى تحذره بلاش الاماكن الساقعه ممكن يحصل لك مش عارف ايه، ممكن يحصل ان الانتي بادي تتنشط فقوم يعمل لك بدل مايلد هيموليتيك انيميا ودي نحمد ربنا ونبس ايدنا ونشي ودار عليها الادهى لو عمل لك سكيميا صح كده. طب بص تلاقي حصل كلامبنج للار بي سيز اتجمعت سدت البلاد فيسلز ما بقتش توصل الدم الاماكن دي اضطرينا نقطع والعياذ بالله صح كده. طيب تمام كده فهمتها، اتمنى ان انت تكون فهمت الجزء ده لان بيجوا في الامتحان على طول. طب التريتمنت دي اسهل حاجه الريثرومايسين عشان الريسبيراتوري تراكت انفكشن تمام، والتتراسايكلين عشان خاطر الايه صاحبنا ده اللي هو النان جونو ايه جونوكوكل ايه يوريثرايتس تمام كده. اتمنى ان انا اكون انهيت لكم الميسيلينيس بطريقه سهله وكويسه والناس اللي كانت طالبه الايه المايكوبلازما، اتمنى ان انتوا كمان تجاوبوا على السؤال في الكومنتس ونشوفه مع بعضنا ان شاء الله. وكده خلصنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.